كاليميرا، صباح الخير للجميع. اليوم حلقة جديدة من فواياج فواياج، وكل حلقة يعني بلد جديد، منطقة جديدة، ومكان جديد نكتشفه سوا بالعالم. سفرتنا اليوم على اليونان. صحيح أنه بلد كتير منا بيعرفه، منه بعيد أبدا عن لبنان، هو من أهم الأماكن اللي منروح فيها خلال فرصتنا الصيفية عادة، لأنه قريب وفي كتير جزر فينا نكتشفها هونيك بهيدا المكان بالتحديد. اليوم بس رح نكتشف سوا مش جزيرة معينة، رح نكتشف مدينة بيلوس. هالمدينة اللي هي صحيح أنه عندها أهمية تاريخية كتير كبيرة باليونان، رح نشوف ليه خلال الحلقة، بس هي كمان مقصد سياحي بامتياز، لأنه بيجمع كل شيء واحد بحب يشوفه بمكان فرصته، بذات الوقت بحر وشمس وأماكن حلوة الواحد فيه يكتشفها خلال زيارته لهونيك. لكن خلينا نشوف مشاهدينا أول شيء على الخريطة كيف واحد بيروح من بيروت على بيلوس. هو منه مشوار طويل مثل ما كنت عم بقول، اليونان بلد قريب علينا، وفي المسافر يروح من بيروت على أتينا، ومن أتينا يرجع على كالاماتا، ومطار كالاماتا قريب كتير من مدينة بيلوس مثل ما عم ببين علينا هون. لكن بيروت أتينا مشوار ساعة ونص ماكسيموم، ومن أتينا على كالاماتا مشوار صغير أقل من ساعة منكون وصلنا على مقربة من بيلوس، وهنيك المشوار بالباص أو بالسيارة منه بعيد أبدا. أو في واحد يستفيد هلأ بالصيفية في رحلات مباشرة من بيروت على كالاماتا، وأكيد نرجع بالبر منروح على بيلوس. وحلقتنا اليوم مشاهدينا بالاشتراك مع ميد مايلز. ميد مايلز هالنظام يلي بيخلينا نجمع نقط مايلز بلا ما ننتبه نحن عم نشتري مشترياتنا اليومية، وبذات الوقت منكون عم نحضر لحالنا لسفرة مجانية من خلال البوينتس تبع الميد مايلز. كل هالتفاصيل فيكن تعرفوها أكيد على 01708070 لتشوفوا أي ديستينيشنز وكيف واحد بجمع مايلز، وأي بطاقات يعني كمان في واحد يستعملها بهيدا المجال، أو على صفحة madmiles.com كل التفاصيل موجودة. وفي حتى أبليكيشن بي ماي جايد واحد بنزلها على السيلفون تيشوف أي أماكن معتمدة في يشتري منها تيجمع نقاط أكثر عبر نظام الميد مايلز. لكن واحد بجمع نقاط بتكون عنده سفرة مجانية، بحضر حاله وبيطلع عباله يروح مثلا على مدينة بيلوس اليونانية. خلينا نشوف مشاهدينا على الخريطة وين بتصير بيلوس باليونان. أكيد مبين علينا هون البيلوبونيز تحت بجنوب الخريطة. البيلوبونيز هي المنطقة اللي بتقع فيها يعني ميسينيا وبالأخص بيلوس، مثل ما مبين علينا بتصير بجنوب غرب اليونان البيلوبونيز، وبين علينا هلأ الميسينيا بالأحمر يلي بتقع فيها مدينة بيلوس تغرب بتعطي على البحر. ومعروفة كتير مدينة بيلوس لموقعها الاستراتيجي ولجمال طبيعتها، ومعروفة كمان لأن بين هون علينا بيلوس على شمال الخريطة بين على الخليج، وهو معروف كتير هونيك بيلوس أو خليج نافارينو لموقعه الحلو ولأهميته التاريخية. وكمان هالمنطقة معروفة لغنائها البيئي الرائع، واحد في شوف عدة أنواع حيوانات وعدة أنواع نباتات ما بلاقيها غير بهالمنطقة بالتحديد. شو تاخدوا معكم لهونيك؟ دائما انا بحب اعطيكم نصائح هيك عمليه، واحد اكيد وقت بده يروح على هيك محل بده ياخذ معه اكيد كل شيء ضد الشمس، الكريم ضد الشمس، شابو والسويم سوت شيء طبيعي. بس كمان اذا في اشخاص عبالهم يعملوا سيلينج، لانه بيلوس معروفه بالسيلينج الكزدوره بالبحر بخليج نافارينو، اذا بتضايق من الموج في ياخذ معه كمان حبوب ضد دوران البحر، كمان هذا الشيء بيساعد كتير، بيكون مشوار كتير كتير حلو يكتشف فيه كل الأماكن يلي رح نشوفها خلال حلقتنا. وأيمتى تروحوا لهونيك؟ أكيد بالصيفية من أيار حتى أيلول، كمان الطقس بيضلوا حلو كتير بهالمنطقة. خلينا مشاهدينا أول شيء نكتشف مدينة بيلوس بهيدا التقرير يلي صورته هونيك، وتشوفوا قديه هالمكان رائع وأكيد رح يعجب عدد كبير من الزوار. نحن هون ببيلوس، مدينة صغيرة ساحلية بتبعد 40 كيلومتر عن كالاماتا، والحلو فيها طبعها المعماري يلي بيسحر كل زائر بيجي لهون.
με τα άστρα κατεβαίνουν στην κάτω γειτονιά. Τα παλικάρια παρατάνε τα ζάρια για τα μόνα. بلاكين مزخرفة أزقة صغيرة بيوت تقليدية مع سطوحة الأرميد مزيج بين بياض المباني وألوان الزهور الفائعة من الأكيد أنه بيلوس محطة ضرورية ضمن مشواركم بمنطقة ميسينيا ومن الأماكن يلي بتلفت الزائر بهالمدينة بيت كوستيس تسيكليتيراس البطل الرياضي والتاريخي اليوناني يلي ربح الألعاب الأولمبية سنة 1912 وتوفى بعد كم شهر خلال تطوعه بالجيش اليوناني وإصابته خلال أول حرب للبلقان. أما المباني يلي هي رمز لمدينة بيلوس الاستراتيجية فهي القلعات مثل قلعة ميثوني وقلعة باليو كاسترو وكمان قلعة نيو كاسترو. للوصول على هالقلعة بالذات بمر السايح بغابات صنوبر وبعد مشوار قصير بتبين عليه القلعة الأثرية يلي عمرها العثمانية سنة 1573 ليسيطروا على كل خليج نافارينو. وقلعة نيو كاسترو مع تحصيناتها ومبانيها المختلفة يلي مر عليها عدة حروب وعدة حضارات هي أكثر قلعة بعضهم محافظين عليها بكل اليونان، وداخلها في سايح يزور المتحف الأثري ومتحف الكنوز البحرية يلي عثر عليها تحت المي بها الخليج التاريخي بامتياز. وأكيد ما بتكون اكتملت الزيارة من دون محطة لمحل الهدايا لتنقية المنتوجات الحرفية الخاصة بمدينة بيلوس. ما في أهضم من هالأماكن الصغيرة، المتاجر الحرفية الصغيرة اللي فيه يكتشف فيها زايرك أشياء صغيرة مهضومة يرجعها معه. وشفتوا مشاهدينا قديه الطابع حلو لهالمدينة، مدينة ساحلية صغيرة ما فيها كتير عجقة، بركة منا كتير معروفة من كل يعني زوار العالم، بس عم تنشهر أكتر وأكتر. والحلو فيها أنه واحد بيكون بذات الوقت عم بيعمل سفرة بيسلى فيها، وسفرة تاريخية يتعرف عليها على تاريخ اليونان ومن وراء تاريخ اليونان على تاريخ كل المنطقة بالبحر الأبيض المتوسط. ومدينة نافارينو مثل ما كنت عم بقول بالتقرير كان مدينة بيلوس كان اسمها نافارينو، ومشان هيك الخليج ضل اسمه خليج نافارينو. ويعني الحلو واحد يعرف انه هالمنطقة هي من الأماكن يلي اجى عليها سكان من وقت كتير قديم بالتاريخ العالم، يعني من 9000 سنة قبل المسيح بالعصر الحجري الحديث نيوليتيك كان في سكان قاعدين بمدينة بيلوس حسب الأبحاث. ومشان هيك معروفة لمواقعها التاريخية. وكنت عم بحكي بالتقرير عن عدة قلعات، وبيناتهم في كمان قصر كتير حلو رح نشوف هلا بالصور، يعني هالأماكن يلي فينا نروح عليها. في قصر مبين علينا هون، لكن قصر نستور هالبطل اليوناني المعروف كتير يلي هو من يعني هو كان ملك طروادة وبيعتبر بطل من أبطال الإغريق القديم. وبذات الوقت هالقلعة أو القصر يلي انبنى على وقته يعني سنة 1250 قبل الميلاد هو قصر حلو كتير، واحد في يزوره ويبين عليه عدة أشياء أثرية ملفتة. وبذات الوقت منه مشوار بعيد كتير عن وسط المدينة، 30 دقيقة تقريبا، ومشوار هالقصر فيكون بساعة. مبين علينا هون كمان القصر عن بعيد. وفي غير أماكن مثل ما كنت عم بقول قبل، وقلعات حلوة كتير مثل قلعة ميثوني يلي ما بتبعد كتير عن وسط مدينة بيلوس، وكمان ببين أهمية هالمنطقة التاريخية. قلعة ميثوني مشوار حلو كتير، مبين علينا هون المزيج بين البحر والحجر، الزراء ولون الحجر. هون كمان بفوت الخضار بالدق، والواحد بيكون عنده هيك مناظر كتير حلوة، بيعبي أكسجين
خلال سفرته. هون مبين علينا اذا نتوقف شوي على هالصوره الرائعه، هو يالوفا لاغون، هالبحيره الساحليه المشهوره عالميا، هي من اهم الاماكن باوروبا يلي فيها ثروه حيوانيه، وخصوصا معروفه لتشورا يلي بيجوا لهالمنطقه بالليل على غياب الشمس وبفترات معينه من السنه. هيدي يالوفا لاغون، وهيدي مدينة بيلوس صورة كتير حلوة التقطت بالليل مع الألوان والبيوت البيض يلي عندهم طابع خاص لهالمدينة اليونانية. ورح نكفي هلأ مشاهدينا حلقتنا مع نشاط كتير مهم الزائر في يعمله بمدينة بيلوس، هو السيلينج. واحد ما في يروح لهونيك ما يبروم يعمل مشوار بخليج نافارينو التاريخي. حضروا هالتقرير ورح تشوفوا قدي في إشي حلوة الواحد في يكتشفها. عوينة شمس، شابو، مايو، كريم ضد الشمس، مستعدين لمشوار بخليج نافارينو؟ بعد ما يكون الزائر اكتشف روعة الشط بمنطقة نافارينو، ما في أحلى من كزدورة بالبحر. الانطلاقة من مرفق بيلوس، ومن هون بتبلش سفرة تاريخية ما إلى مثيل، لأنه بهالخليج بالذات سنة 1827 جرت معركة تحرير اليونان من السلطنة العثمانية، وكانت آخر معركة بالعالم بتنخاض على متن مراكب شراعية. وهيك انتصرت الأساطير اليونانية المدعومة من الحلفاء بريطانيا، فرنسا وروسيا على الأسطول العثماني المصري، ودخلت معركة نافارينو تاريخ اليونان وتاريخ المنطقة ككل. المشوار البحري بخليج نافارينو منه بس درس تاريخ، هو كمان درس جغرافيا. مع اكتشافات أماكن ساحرة معروفة لحيواناتها النادرة مثل يالوفا لاغون، جزر رائعة، شطوط أكتريتها ما بينوصلها إلا بالمراكب مثل شط ماليبو أو فويدو كيليا، وكمان مغارات غامضة بوسط الماء مع أشكال غريبة ومحاطة بمعتقدات خاصة بسكان المنطقة. هون بالمنطقة بيعتقدوا انه المرأة يلي ما فيها تجيب صبي ما لها الا تتسلق هذا الدرج الابيض يلي هون حد المغارة على ركبها، وهيك بتحقق حلمها. بعد شك بالمي، تشمس واسترخاء، بيرجع الزائر على المرفق وما عنده بباله الا فكرة واحدة، انه يعيد المشوار بأقرب وقت. لكن مثل ما شفتوا مشاهدينا، نشاطات عديدة وإشة كتير حلوة واحد في يشوفها بهالخليج يلي هو خليج نافارينو، من بينطلق المشوار من مرفق بيلوس. وفي كتير إشة كمان غير واحد في يعملها حول مدينة بيلوس، يعني في جزيرة كتير معروفة اسمها جزيرة سفاكتيريا، كمان كتير حلوة بينصحوا فيها الزوار كمان. وفي نصب تذكارية للجيوش اللي حاربوا مع الجيش اليوناني خلال جيش حرب التحرير سنة 1827، وفي كتير أماكن تاريخية ومتاحف حلوة كتير واحد في كمان يكتشفها هونيك. لكن هيدا سفرة حلوة للأشخاص اللي بحبوا بذات الوقت يكون عندهم نشاطات سياحية ترفيهية بحرية، وبذات الوقت نشاطات تاريخية وكمان ثقافية. وهيك مشاهدينا بتكون خلصت جولتنا اليوم على مدينة بيلوس الساحرة، يلي عن جد أنا أكيد رح تسحر بطبع الخاص. وأكيد أنا دايما بخلص حلقتي بفواياج فواياج مع الأطباق اللي واحد في ذوقها هونيك. رح نشوف هلأ أنه بمدينة بيلوس مثل غير أماكن من اليونان، أكتر شيء مشهور هونيك السلطة اليونانية غريك سالاد اللي منشوفها بكل المطاعم، نكهتها كتير طيبة لأنه عادة بتكون من خضار طازة. وفي أكيد غير أطباق معروفة كتير مثل اليوفيتسي وساندويشات
كانت مثل المبينين علينا او لحم خنزير او كمان دجاج، ومعروف هناك المنطقه منطقه نافارينو معروفه كثير للنبيت تبعها، مكتوب عليها 1827 اللي هو التاريخ يعني معركه نافارينو الشهيره اللي حكينا عنها خلال التقرير. وهيك مشاهدينا واحد كمان بيحب يجيب معه من هناك عده اشياء. انا حبيت اجيب معي هذا المينياتور سيلينج بوت الجديد بركي الصغير مبين هون مع الوان الازرق والابيض اللي دائما هي الوان اليونان، وغيرها من الاشياء الحرفيه الحلوه كثير يلي معموله من خشب كمان مبين علينا هون. وهيك مشاهدينا بننهي حلقتنا لليوم، بنبقى مع لاحه الختاميه مع موسيقى يونانيه، واذا عبالكم فيكم بلشوا ترقصوا.